بسم الله الرحمن الرحيم. دي المواضيع اللي ان شاء الله هنتكلم عليها في اساسيات الالترا ساوند، ونبدا بالالترا ساوند وفكرته. تمام. الاسم المشهور قوي لحته الالترا ساوند هو ايه؟ سونار، مش الترا ساوند. السونار ده يا باشا ده انا بسجلها لك فيديو، يعني ده انا مش هديها لك برزنتيشن بس، وفيديو كمان ريكورد ماين خالص. المهم كانت الاسم القديم بتاعها اسمه سونار ساوند نافيجيشن اند رينجينج، وده اللي كان بيحصل، اللي هي عباره عن ايه، المراكب والغواصات في الحرب العالميه الثانيه اخترعوها وكانوا بيستخدموها استخدامات حربيه، واستخدمت بقى يمكن مع السبعينات والثمانينات في الاستخدامات الطبيه. تمام. الفكره الاساسيه بتاعتها حاجه اسمها بيزو الكتريك افكت، ده واحد اسمه كيوريز يمكن اكتشفه في 1880 واتطبق بعد كده ليتر اون. الالترا ساوند از ساوند، صوت. الصوت عشان يوصل مني ليكو لازم يتنقل في ميديوم، يعني ما ينفعش يتنقل في فراغ. تمام. الميديوم ده عباره عن مجموعه بارتكلز مرصوصه بنظام. اول ما بطلع الصوت ايه اللي بيحصل؟ شويه بيحصل لهم تضغط، شويه بيحصل لهم تخلفل، كومبريشن راديفاكشن ويف. تمام. فهو عباره عن ميكانيكال ويف، ميكانيكال انرجي بتنتقل. ديورنج المرحله بتاعه الكومبريشن البريشر بيبقى بوزيتيف، ديورنج الراديفاكشن البريشر بيبقى نيجاتيف، وبالتالي رسمت لي مجموعه ويفز. انا همسك واحده واحده من الويفز دي واحللها. اول حاجه دي كده من بدايتها من هنا لهنا اسمها ويف لينث، دي على بعضيها اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف اسمها سايكل، المسافه دي المقطوعه اسمها ويف لينث، طول الموج. تمام. التايم بتاعها اسمه بيريود. طيب النمبر اوف سايكلز بير سكند هيطلع لنا حاجه اسمها التردد، الفريكوانسي. يبقى الفريكوانسي بيساوي النمبر اوف سايكلز بير سكند. طيب لو انا كبرت الويف لينث التردد هيقل ولا هيكتر؟ لو الثانيه ثابته، لو الثانيه ثابته، لو الزمن ثابت هيقل، ولو انا صغرت الويف لينث ايه اللي هيحصل في التردد؟ هيزيد. كويس قوي. يبقى العلاقه ما بين الاثنين عكسيه. تمام. وحدة التردد اسمها هرتز، فعندنا 1 سايكل بير سكند اسمها هرتز، 1000 سايكل بير سكند كيلو هرتز، مليون سايكل بير سكند ميجا هرتز. البروبس اللي بتستخدم عندنا في الالترا ساوند بتستخدم الميجا هرتز. تمام. طيب طبعا الفريكوانسي احنا قلنا عكس الايه، عكس الويف لينث وعكس الايه التايم بتاعنا. طيب احنا قلنا ده الترا ساوند. طب الساوند ايه فرق الساوند عن الالترا ساوند؟ فرق فريكوانسي، وهي الكلمه دي الاساس عندنا. يعني الساوند علشان اسمعه، يعني عشان يبقى في الاوديبل رينج، انا بقدر الودن البشري تسمع من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. تمام. طب اقل من كده اسمه انفرا ساوند، تسمعه بعض الحيوانات زي الافيال وكده. اعلى من كده الترا ساوند، تسمعه بقى القطط والكلاب، عشان كده بيبداوا يحسوا مثلا الزلازل قبلينا، او الزلازل عباره عن ايه؟ اهتزازات. تمام. ساوند برضه بيبقى ترانسميتد. تمام. اعلى من كده بقى الخفافيش وما الى ذلك، لكن كل ده بالالافات، اول ما تخش بالملايين بالميجا هرتز محدش بيسمعه، ده الاجهزه بتاعتنا بس. تمام. فده الرينج اللي عندنا، الانفرا ساوند، الساوند اللي هو من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، الالترا ساوند. تمام. الميديكال بيستخدم بالميجا. تمام. طيب المادة الاساسي في الالترا ساوند حاجه اسمها بيزو الكتريك افكت. بيز دي يعني سكويز، يعني ميكانيكال. تمام. والكتريك يعني كهرباء. في مثل كده ظريف يقول ايه، اديها ميه تديك ايه؟ تراود. هيدي التراود دلوقتي. اوكي. يعني ايه؟ انا بستخدم في الالترا ساوند ترانسديوسر مجموعه اليمنتس اسمها كريستالز، اسمها ايا كان بقى، ناتشورال زي الكوارتز او سينثيتك. الكريستالز دي مجرد ما اديها كهرباء تبدا تتهز، تفايبريت. طب ما طالما اتهزت حصل ميكانيكال افكت، طلعت ساوند ويف، الساوند ويف اتنقلت الى السورس او التارجت اللي هو مثلا الجسم بتاعنا، بعد كده ريفلكتد الساوند. الريفلكتد ساوند اسمه ايه؟ صدى صوت، فاسمه ايكو، فيبقى اسمه ريفلكتد ايكو. رجع لي صدى الصوت، خبط في الكريستالز، عمل لها ايه؟ هزها تاني. تمام. مجرد ما اتهزت طلعت الكتريك سيجنال، لقطتها وعملت لها ايه؟ ديسبلاي على المونيتور. فتديها كهرباء تدينا حركه، تديها حركه تديك كهرباء، ما هي تديها ميه تديك تراب. تمام. دي اللي اسمه بيزو الكتريك، يعني ميكانيكال الكتريك، الكتريك ميكانيكال. ده عن طريق انا مجرد ما بديها كهرباء بتبدا الكريستاليه دي حجمها يتغير،
بتكسباند وتكونتراكت اكسباند وكونتراكت فبتعمل ايه؟ بتبدا تتحرك ما كده ايه؟ حركه رايحه جايه. ونفس الفكره برضو لما تيجي تخبط فيها تكونتراكت وتريلاكس وبالتالي تعمل لي الكتريك سيجنال اقدر اعمل لها ديسبلاي على المونيتور. ده عندنا الالترا ساوند بروب بتاعنا تمام. طيب الاول احنا طبعا ما خدناش انواع البروس بس ده من الكلام اللي مسبق. انهي واحد فلات يبقى ده لينير تمام. طيب السيرفيس ده عباره عن حته كاوتش حميلي مجموعه الكريستالز اللي تحتيه. شايفين يا جماعه حجم الكريستاليه اصغر من هيومن هير، دي حته شعرايه، فانت متخيل حجم الكريستالات دي صغير جدا جدا مرصوصه جنب بعضيها بالتساوي تمام. كل واحده منهم بتطلع لي سكان لاين تمام. فانا عندي هنا ايه مالتيبل سكان لاينز اكوردنج للنمبر بتاع الكريستالز دي. كل ما على فكره ما يزيد السكان لاينز كل ما الريزوليوشن هيعلى، لان الايكوز اللي جايه لي الاتصال الصوت اللي جاي لي هيبقى كتير وبالتالي الصوره هتبقى مور اوضح تمام. اوكي عندنا البروب بتاعنا اديت له كهرباء، اتهزت الكريستالات طلعت لي الترا ساوند ويف بفريكوانسي معينه حسب حجم الكريستالز تمام. انا اللي بتحدد فيها لان انا بحدد الويف لينث وبالتالي بحدد الفريكوانسي تمام. طيب بعد الالترا ساوند اللي خبطت في السيرفيس ده اللي هو هنسميه ريفليكتور سيرفيس رجعت لنا وبالتالي عملت لنا صوره، وبعد الالترا ساوند ويف ترانسميتد علشان ترجع من ايه؟ من ديبر سيرفيس تمام كده. فالالترا ساوند ممكن يبقى ريفليكتد، ممكن يبقى ترانسميتد، ممكن يبقى ابزوربت خالص، ممكن يبقى ريفراكتد. ده انتر اكشنز بتعملها ايه مع التيشوز هناخدها كمان شويه. طيب البروباجيشن اوف الترا ساوند، الالترا ساوند عشان يبروباجيت في ميديم معينه تمام هتعتمد على كذا حاجه من ضمنها الدنسيتي بتاعت الميديم وكده، وبالتالي له سرعات مختلفه في كل تيشو تمام. السرعه المتوسطه اللي هي الافريج، والرقم ده هنحفظه، الافريج فيلوسيتي في السوفت تيشوز 1540 متر بير سكند تمام كده. طيب سرعته في الهواء 330 متر، سرعته في البون 4080. معظم السوفت تيشوز مثلا الووتر 1480 قريب، الليفر الكيدني تمام 1560 قريب تمام. وبالتالي طالما انا ده متوسط سوفت تيشوز، الالترا ساوند من الميديم ده للميديم ده للميديم ده السرعات قريبه وبالتالي هيبقى ترانسميتد سموثلي تمام. لكن ايه اللي هيحصل في الاير والبون؟ السرعات مختلفه تماما لان الدنستي بتاعت الاستراكشرز دي مختلفه، وبالتالي الالترا ساوند هيجي يتنقل منها مش هيعرف يتنقل من ميديم لميديم. عشان كده اعداء الالترا ساوند الهواء والعظم، الهواء والعظم. عشان كده يقول لك ايه، انا محتاج الالترا ساوند بروب قبل ما احطه على الانسان احط ايه الاول؟ جيل. هو الجيل ده عباره عن ايه؟ ميه صح كده. فانا بخلي بدل ما سرعه الالترا ساوند تبقى 330 تتنقل ل 1540، لا 1400 تقريبا 500 هيتنقل الالترا ساوند تمام يا جماعه. يبقى الجيل ده اتس ماست، لازم نحط، ما ينفعش ما نحطوش. لو ما حطيتوش ايه اللي هيحصل؟ الترا ساوند على هواء مش هشوف حاجه تمام. نفس الفكره دلوقتي لو انا حطيت الالترا ساوند على عضمايه، هل تتخيل ان انا هشوف وراها اي حاجه؟ مش هشوف وراها اي حاجه، اخر حاجه هشوفها السيرفيس بتاع العضمايه. نفس الفكره بتاعت العضمايه هي الستونز، الرينال ستونز، ما دي عباره عن كالسيوم. مجرد ما الالترا ساوند بيخبط في الستون ما بشوفش اي حاجه وراها، ما فيش اي ترانسميشن وراها، وبالتالي بتلاقي شادو. فمجرد ما الاقي حاجه بيضه ووراها شادو اعرف ان الاستراكشر ده فيه كالسيوم. جوه الكدني بقت رين ستون، جوه البلادر بقت بلادر ستون، جوه الجول بلادر، وهكذا تمام. احط لها شويه اناتومي على شويه الكرايتيريا دي طلعت تشخيص. طيب ديستنس ميجر، ازاي بحسب عمق الاستراكشر اللي جاي ده من الريفلكتد الترا ساوند؟ الموضوع بسيط، انا لما ببدا الالترا ساوند ببداه من زيرو تايم تمام، وانا مسبقا عارف ايه؟ عارف سرعه الالترا ساوند في تيشوز عن طريق معادله هقدر احسبها. الالترا ساوند خد زمن قد ايه رايح وزمن قد ايه جاي، وليكن مثلا المثال اللي عندنا ده 145 ايه ملي سكند، وانا عارف سرعه الالترا ساوند قد ايه او محسب له مسافه معينه واقسمها على 2 تمام، اللي هو الايه رايح وجاي، وبالتالي هقدر احدد على بعد قد ايه بالظبط. يبقى كل ما الالترا او الريفلكتد ايكو ياخد تايم اكتر عشان يوصلني يبقى ده ديبر ستراكشر تمام. مثال كده بسيط، مثلا لو انا جاي لي
خد هنا ثانية رايح وثانية جاي هديله سنتي، خد ثانيتين رايح وثانيتين جاي هديله ايه؟ 2 سنتي وهكذا. ده بافتراض ان السرعة ثابتة، يعني بيعدي في تيشوز ليها السيم بروباجيشن فيلوسيتي. تمام؟ طيب ده عندنا صورة للليفر. تمام؟ ونقول لكم حتة ترمينولوجي هنقولها برضو في الآخر. هنا شوية تيشوز وهنا تيشوز وهنا تيشوز، كل واحد رجع لي منها ريفلكتد ايكو. طب ليه راجع من هنا جراي؟ وليه راجع من هنا اسود؟ وليه راجع من هنا ابيض؟ انا الايكوز اللي راجعه لي تمام بتحمل لي معلومتين. المعلومه الاولانيه معلومه ديستانس، دي بلخصها في التايم، هو الجهاز بيحسب لي التايم وبيترجمها بصوره ايه؟ ديستانس. المعلومه الثانيه صوره امبليتيود، يعني الاستراكشر ده رجع لي منه ايكوز كتيره هنسميه هايبر ايكويك او ايكو جينيك، كانه بيعمل جينيسيس للايكوز، بيولد لنا ايكوز. طب رجعت لنا منه ايكوز زيها زي اللي حواليه هنسميه ايزو ايكويك. طب رجعت لنا منه ايكوز قليله هنسميه هايبر ايكويك. طب لو ما رجعتش خالص يعني كان اسود، كل ايكو بيساوي نقطه بيضاء. طب الاسود ده هنسميه ان ايكويك او ايكو فري. تمام؟ كانه ما رجعش، وبالتالي اتكونت لي مختلف درجات الجراي، يعني ده هنسميه ايزو ايكويك زيه زي اللي زي اللي حواليه، ده هنسميه هايبر ايكويك. وساعات لو ابيض خالص 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 زي الاستراكشر ده بنسميه ساعات ايكوجينيك. فالايكوجينيك والهايبر ايكويك الاثنين هنمشيهم ايه؟ مع بعض. تمام؟ الايزو ايكويك هو الدرجه اللي في النص. طيب ده بقى شايفين اول لون المسود ده؟ هايبر ايكويك. لو اسود خالص زي البلاد فيسلز حاجه سودة وماشيه لينير جوه استراكشر غالبا ده بلاد فيسل اللي هو فيه حاجه عامله زي الميه. تمام؟ في الميه ما بتعملش جينيريشن لايكوز كتير وبالتالي بتبان منظرها ان ايكويك. مفهومه حته الترمينولوجي دي؟ احنا هنعيدها برضو مره واتنين يعني لغايه لما نجمع. المهم انا لغايه دلوقتي بتكلم على البروباجيشن فيلوسيتي، سرعه الالترا ساوند تقريبا في معظم التيشوز دي جه تقريبا واحد لغايه لما يوصل للاستراكشر ده. الاستراكشر ده ديبر استراكشر وانا حاطط على الليفر، مين اللي هيبقى ديب على الليفر خالص؟ الديافرام. فالاستراكشر ده الديافرام، الديافرام يا جماعه المفروض يكون كونتينوس ولا حته منه واقعه كده؟ كونتينوس مع بعضين، مش المفروض اشوف المنظر ده. ايه اللي حصل؟ انه عدى الالترا ساوند عدى في الليجن ده. الليجن ده عباره عن استراكشر فيه سرعه الالترا ساوند ابطا. طب نرجع للجدول ده، الفات الفات سرعه الالترا ساوند فيه ابطا سنه من السوبتيشوس. تمام؟ الفات بيظهر ابيض. فايه اللي حصل؟ دخل الالترا ساوند هنا ودخل الالترا ساوند هنا، هنا بنفس السرعه فوصل تقريبا في تايم معين وليكن 10 ثواني، فاديت له بعد 10 سنتي. هنا الالترا ساوند خد وقت اطول لان سرعه الالترا ساوند ايه؟ اقل، وبالتالي عقبال ما وصل للديافرام وصل له بعد 11 ثانيه. وانا الجهاز بيترجم التايم على هيئه ايه؟ ديبث، على هيئه لوكيشن. فعمل الديافرام اللي المفروض يظهر هنا بعد 10 ثواني عمله على بعد 11 سنتي لان وصل بعد 11 ثانيه. وصل لكم النقطه دي؟ وهكذا ده نورمال فعمله على بعد 10 سنتي. فدي سميناها بروباجيشن ارتيفاكت، بروباجيشن فيلوستي ارتيفاكت، يعني ده مش حاجه واقعيه، لا دي حاجه غلطه في الماشين بسبب انها عدت في استراكشر سرعته سرعه الالترا ساوند فيه ابطا. يبقى انا كده عرفت اشخص الليجن ده ولا لا؟ ده فات كونتيننج ليجن في الليفر. يبقى فادتني النقطه دي ان انا عرفت التكشر بتاعت ايه؟ بتاعت الفوكال ليجن اللي انا معدي فيه. لو الفوكال ليجن ده ما غيرش حاجه في سرعه الالترا ساوند خلاص ما فيهوش فات، الفات بوضوح هو اللي بيبطل. تمام؟ طالما حصلت الارتيفاكت دي اذا الليجن ده كونتيننج فات. وذر بقى لايبوما انجيوماي لايبوما ادينوما ايا كان بقى ليه الفات كونتيننج ليجنز ده باثولوجي. تمام؟ اوكي. طيب اكوستيك امبيدنس واحده من الكرايتيريا بتاعه الالترا ساوند. الالترا ساوند له ممانعه. تمام؟ الممانعه دي تفتكروا مين اللي هيريزيست الالترا ساوند اكتر؟ الاستراكشر الدنس بتاعته خفيفه ولا الاستراكشر الدنس بتاعته تقيله؟ اكيد الدنس بتاعته ايه؟ تقيله، كثافته اتقل. تمام؟ طيب ده عندنا سوفت تيشو اللي هو الليفر، ودي حاجه عامله زي الايه؟ بير شيب تكون مترايه. تمام؟ هتبقى الجول بلادر، احنا هنقول الاناتومي بعدين. طيب لو خدت بالكوا الالترا ساوند اللي هنا، انا حد شايف اصلا اي ايكوز في الجول بلادر؟ مفيش، دي ميه، مفيش اي ممانعه، زيرو ممانعه، الالترا ساوند هيعدي فيها سموثلي جدا. تمام؟ اوكي.
طيب ستراكشر زي ده دي برضو البير شيب بتاعتنا اللي هي الجول بلادر، ومع ذلك فيها ستراكشر بدايته بيضاء ووراه اسود. طالما ابيض ووراه اسود هنسميه ايكوجينيك وراه شادو، وراه بوستيريور اكوستيك، اكوستيك يعني صوتي، بوستيريور اكوستيك شادو. طالما حاجه زي كده انا هحلف ان الحاجه دي كالسيوم. اولا سرعه الالترا ساوند اتغيرت، تمام. ثانيا الممانعه بتاعه البون عاليه جدا جدا جدا، يبقى ده سبب تاني ان انا ما اشوفش حاجه ورا الكالسيوم. انا هقعد اعد اسباب عشان كده الكالسيوم عدو، الكالسيوم والهواء الاثنين دول اعداء، تمام يا جماعه. اوكي سيميلر افكت برضه هيحصل ايه للهواء، الممانعه برضه بتاعته هتبقى برضه وحشه للالترا ساوند، وبالتالي السرعه والممانعه بالنسبه للهواء والكالسيوم الاثنين هتمنع مرور الالترا ساوند بعديهم. لذلك الهواء هتلاقي بعد شادو، الكالسيوم او الستونز هتلاقي بعديها ايه شادو، كومبليت شادو، تمام. اوكي يبقى دي يا جماعه جول بلادر، ودي برضو جول بلادر. هنا الكونتنت ده اللي جواها خلاص حاجه شادوينج جوه جول بلادر بقت ستون. طب حاجه شادوينج بره جول بلادر بقت هواء في الديودينم، تمام. ما انا احط بقى يعني شويه الكراتيريا دي، احط عليها شويه اناتومي خلاص انا هعرف، تمام كده. وعلى اساس بقول لكم موضوع الممانعه بقى وكده، بتبدا عندي مختلف درجات ايه الايكوجينيستي الفلويد او البلاد الممانعه بتاعتهم هتبقى ايه. بصي كيف الحال شايف تسلم، تمام. وبالتالي هيبان لونه ايه اسود، تمام. طب الاستراكشر اللي الممانعه بتاعته بدات تزيد سنه زي السوفت تيشوز الليفر هيبان جراي، الاستراكشر الممانعه بتاعته اعلى سنه زي الديافرام فايبرس تيشو هيبان مبيض، الممانعه بتاعته اعلى قوي قوي زي الكالسيوم، تمام. الستونز هتبان ابيض ووراها شادو، تمام كده. يبقى الاكوستيك امبيدنس ليها دور عالي. طيب انتر اكشنز اوف الترا ساوند، الجزء اللي فات ده البروبرتيز بتاع الالترا ساوند، تمام. طيب وعلى اساسها بقى بيحصل انتر اكشن مع التيشوز. يعني ايه انتر اكشن؟ يعني هيرجع لي ولا مش هيرجع لي؟ الترا ساوند طلع من البروب خبط في تيشو، تمام. ايه اللي حصل؟ حصل حاجه اسمها سكاترينج، يعني حصل ريفليكشن في كل الاتجاهات. ده بتحصل لما الاستراكشر ده يبقى فيري تايني، اصغر من الالترا ساوند ويف، تمام. طب هعرف اشوف الاستراكشر ده ولا لا؟ هعرف اشوف الايكو اللي راجع لي في الترانسديوسر هو ده اللي هصوره، امال الايكوز الباقيه اسمها سكاتر، هتطير في صوره طاقه كده جوه الجسم، تمام، انرجي لوس. طيب وبالتالي هل الاستراكشر ده انا متوقع انه هيبقى ابيض قوي يعني رجع لي منه ايكوز كتيره؟ لا، ده هو في ايكوز كتيره راحت لكن انا ما لقطتش غير الايكوز اللي متوجهه ناحيه البروب، وبالتالي الاستراكشر دي عمرها ما تكون بيضاء، عمرها ما تكون ايكوجينيك، دايما هتبقى واخده درجات الجري، وهتلاقيها ماليه الصوره بصوره جرينز كانها ايه نقط محببه على مدى الصوره، تمام. فدي اسمها ديفيوز سكاترينج، تمام. طيب لو الالترا ساوند خبط في سيرفس، السيرفس ده كان بيربنديكولر بالظبط عليه، ايه اللي هيحصل؟ الالترا ساوند هيقوم خابط وراجع بالكامل، يعني لو طلعت مثلا 100 ويف ال 100 ويف هيرجعوا لي، وبالتالي الاستراكشر ده انا متوقع ان الاقيه ابيض ولا لا؟ ايوه في ايكوز كتير راجعه لي، وبالتالي الاستراكشر ده هنسميه ايكوجينيك، تمام. ده بيحصل مع الفلات سيرفيسز البربنديكولار سيرفيسز زي مثلا بلاد فيسل، زي ديافرام، زي فايبرس ليجامنت مثلا ولا حاجه، كل الكلام ده هيبان في صوره خطوط بيضاء في الالترا ساوند. طب ده هنسميه ايه؟ هنسميه سترونج ريفليكتور او سبيكولار ريفليكتور، تمام. فعندنا السبيكولار ريفليكشن، تمام، ان يخبط الالترا ساوند في سيرفيس كان عمودي عليه، وبالتالي ايه الريفليكشن يرجع بالكامل. اما الديفيوز ريفليكتورز اللي هي السكاترز، يخبط الالترا ساوند في حاجه صغيره خالص ويعمل لي سكاترز في كل حته، انا بلقط فقط اللي بيرجع لي، تمام. عفوا في حاجه بقى ميدوي ما بين الاثنين برضو بتعمل ديفيوز سكاترنج، ايه هي؟ ان السيرفيس ده يكون فلات لكن الريجولار سيرفيس، فانا برضو كاني ما بخبطش عليه بيربنديكولار، انا بخبط على حاجات التايني اللي فيه، تمام. فهتقوم مقام الايه الديفيوز ريفليكتور. فخلاص احنا ببساطه كده يا اما سبيكولار يا اما ديفيوز، السبيكولار هيبقى خطوط بيضاء، الديفيوز هتبقى جراي
يبقى معظم صورة الالترا ساوند بنلاقي خطوط بيضاء ولا جري؟ جري. يبقى معظم الخطوط الالترا ساوند او معظم صورة الالترا ساوند عبارة عن ديفيوز ريفليكتور، ودي اللي بتدي كل اورجان التكتشر بتاعته. تمام؟ يعني حاجة زي هو النوع اللي هو لا لا الايزو، الايزو الهايبو ده مفيش، ده ترانسميشن على طول. تمام؟ هنجيبه من مثال في الاورجان ده، الاورجان ده اللي هو الليفر. الليفر فيه حاجات يا جماعه بيضاء ورا خالص، اللي هو مين؟ الديافرام. ايه اللي حصل؟ الترا ساوند خبط ورجع خلاص، وبالتالي ده بنسميه سبيكولار ريفليكتور. السيرفيس بتاع الديافرام سموث ولا انتربتد؟ سموث. تمام؟ وبالتالي هيبقى سترونج ريفليكتور، هركب كله ما يحصلش ديفيوز، وبالتالي خط ابيض. تمام؟ طيب في خط ابيض تاني، ايوه الوول بتاع البلاد فيسل، في هنا حاجه داخله من الهايلاند بتاعت الليفر، هيبقى البورتال فين هو اكبر واحد. ليه انا شايف الوول بتاعه ابيض؟ نفس الفكره، الالترا ساوند خبط فيه ورجع بالكامل. نفس الفكره بالنسبه للبورتال راديكلز، نفس الفكره احيانا مع بعض الهيباتيك فينز. تمام كده؟ طيب امال باقي التكتشر بتاعه الاورجن نفسه جراي ليه؟ لان الليفر سيلز صغنططه خالص، اصغر من الالترا ساوند بين الويف لينث، فمجرد ما بيخبط فيها بيعمل الديفيوز ريفليكشن اللي بيرجع لي منها حاجات صغيره ريفليكتورز قليله او ايكوز قليله، وبالتالي بتدي لي البارينكمال تكشر. يبقى المسؤول عن البارينكمال، المسؤول عن التكشر بتاع اي اورجان هي الديفيوز ريفليكتورز. تمام؟ طيب في نقطه ثانيه هنقول عليها كمان شويه، ايه هي؟ انا علشان الريفليكتور ده يظهر معايا كسترونج ريفليكتور لازم يكون ايه؟ الالترا ساوند بيربنديكولار عليه بالظبط. طيب لو كان السيرفيس ده بميل ايه اللي هيحصل؟ انا عندي يا جماعه فيها حاجه اسمها الزاويه بتاع الريفليكشن، هي الزاويه زاويه انسوليشن هي زاويه الريفليكشن، يعني الالترا ساوند مش بالظبط بيربنديكولار، عامل سنه زاويه، فسن الزاويه دي وليكن مثلا 10، ال 10 نازل ال 10 راجع. تمام؟ طيب لو الاورجن ده كان مايل ايه اللي هيحصل؟ هي ال 10 رايح 10 راجع. تمام؟ بس مش هيرجع لليمين للترانسديوسر، وبالتالي مش هعرف الاورجن. لذلك لو انا خبطت على الرغم انه كان في مرحله من مراحل السترونج ريفليكتور، بس انا جيت عليه مثلا بميل ميلت عليه، ايه اللي هيحصل؟ مش هشوفه خالص. زي الديافرام، الديافرام انا هنا خبط الديافرام بيربنديكولار تقريبا. تمام؟ ايه اللي حصل للديافرام اللي هنا؟ لو خدتوا بالكم مش ابيض. ليه؟ انا عبر ما خبطت فيه تمام رجع لي الايه؟ الويف في حته ثانيه خالص، او خبطت كده رجعها لي ايه؟ فراحت ريفلكتد، راحت بعيد. فعلشان السيرفيس ده يظهر معايا كخط ابيض لازم اكون نازل عليه بيربنديكولار. تعال نقولها بقى في البلاد فيسلز. شايفين البلاد فيسل ده؟ خط ابيض، البلاد فيسل ده خط ابيض لان نازل عليهم ايه؟ بيربنديكولار. البلاد فيسل ده له خط ابيض ولا تقريبا ملوش؟ مع ان انا متاكد ان له وولف، ما هو مش ماشي كده وخلاص. ليه؟ الالترا ساوند خبط فيه وبقى ريفراكتد، خبط بس ورجع بنفس الزاويه فما رجعش على البول. تمام؟ فهتلاقي معلومه مشهوره يقولها لك في الليفر، يقول لك ان البورتال فينز ليها وول فبشوفها خط ابيض، الهيباتيك فينز طبعا كلام اونطر مالهاش وول فما بشوفلهاش خط ابيض. لا، هي معظم الهيباتيك فينز بتبقى جايه اوبليك، ومعظم البورتال فينز بتبقى جايه ايه؟ صارت عليها الالترا ساوند ايه؟ بيربنديكولار. بالاضافه ان البورتال فينز جاي في الوول بتاعها بورتال تريات. تمام؟ يعني معاها برانش من البورتال فين؟ برانش من البيليري تري وبرانش من الهيباتيك ارتري، وبالتالي الوول بتاعها مور ثيك فهيدي مور اكس. تمام؟ لكن ده مثلا عندنا ده بورتال فين له وول وده له وول، ده جزء من البورتال فين ملوش وول لانه جاي بميل. اللي جاي اند اون ده ولقيت له جزء من الوول، ده هيباتك ايه؟ ده هيباتك فين. دايما الاثنين بيبقى بيربنديكولار على بعضيهم، واحده هتلاقيه ماشي بالعرض والثانيه هتلاقيه ماشي ايه؟ بالطول. فلما القط واحد لوجيتيدنا الثاني لازم يتقطع ايه؟ اند اون. تمام؟ فلو لقط انا لقيت هنا البورتال مثلا، او عفوا ده الهيباتك، ده الهيباتك كده، انا لقيت الهيباتك تمام ال اس، يبقى هلقط البورتال ايه؟ تي اس. تمام؟ عفوا يا جماعه ده كده الهيباتك مش البورتال. تمام؟ احنا هنقول اناتوم بعدين. طيب احنا قلنا السكاترنج احنا عندنا نوعين كده، يا اما سبيكولار ريفليكتور اللي هو السترونج ريفليكتور، يا اما ديفيوز ريفليكتور اللي هنسميه السكاتر اللي بيكون لي الصوره، اللي بيخلي الصور كلها عباره عن جراي. تمام؟ طيب يا باشا انت اللي فيهم،
تسلم السيد. تسلم لك ما خيرا. شو طيب؟ نعم نعم. احنا قاعدين 4-5 ساعات يعني ماشي. معلش في تمام. طيب عندنا هنا بلاد فيسل تمام. تسلم يا دكتور. ده عندنا هنا يا جماعه بلاد فيسل تمام. شايفين اليومن بتاعه ايكو فري ايكو لوسن ان ايكو مفيش اي ايكو في ترانسميشن على طول تمام. طب الوول بتاعه سيبك ان هو مالتي لايرز وكده ده طبيعي يعني تمام. لكن الوول بتاعه خط ابيض ولا لا؟ ايوه لانه سبيكولار ريفلكتور اللي هو بيرجع تمام. طيب الاورجنز بقى اللي حواليه اللي هي السوفت تيشوز والكلام من ده ديفيوز ريفلكتورز او اللي اسمها ايه سكاترز تمام. اوكي خلي بالك انا نازل كده تقريبا بيربنديكولار لكن كل ما هميل على الوول كل ما الوول مش هيبقى واضح تمام. اوكي يبقى مين اني المسؤول عن التكشر بتاع الاورجنز ان جنرال اللي هي الديفيوز ريفلكتورز تمام اللي هي السكاترز دي بتعملي حاجه اسمها سبيكلز. ساعات الاقي الصوره محببه لدرجه انها بتاثر على التشخيص. ففي ريسنت تكنولوجي دلوقتي بتعمل بيبقى اسمها ايه سبيكل اند نويز ريدكشن تخلي الصوره مور سموث بدل ما تبقى كلها نقط جراي تمام تخلي لون الجراي سايح على بعضيه تمام. طيب يعني انهي صوره الاحسن دي ولا دي؟ دي بالظبط تمام. الصوره هنا مور جريني تمام. الصوره دي احسن شويه دي اللي فيها النويز ريدكشن او السبيكل ريدكشن. كل ده اوبشنز احنا هنظبطها على الجهاز. انا علمته اول ما نقعد على جهاز الالترا ساوند انت ما تشوفش العيان الاول لا انت تقعد على الماشين وازاي اظبط الماشين بيشنت سيتنج مش عارف كذا كذا. انا بظبط حاجات في السايز يبقى زرار اسمه ديبس زوم مش عارف كذا. بظبط حاجات في البرايتنس يبقى حاجه اسمها جين وتايم جين كومبس هتعلمها لي. بظبط حاجات في الريزوليوشن يبقى اف واف فوكس وفريكوانسي. خمس ست زراير كده نحفظهم اول ما نخش دول اللي هيظبطوا لنا اي ايه اي فحص تمام. طيب ريفراكشن يعني ايه كلمه ريفراكشن؟ انا لو الترا ساوند خبط هنا في السيرفيس ده ورجع بنفس الزاويه بقى اسمه ريفليكشن. طب لو خبط وغير الزاويه بتاعته خالص ريفراكشن. الريفراكشن ده غالبا بقول لك مش هيرجع لي. ده بيقول لك نتيجه ايه تشينج في الساوند فيلوسيتي. عشان كده انا بشوف ورا الهواء ورا البون لا احنا قلنا تشينج في الايه في البروجيشن فيلوسيتي غير طبعا الاكوستيك امبيدنس يعني ده احنا عندنا كذا حاجه تمام. طيب دي ممكن تعمل لنا ارتيفاكت احيانا تعمل ارتيفاكت. خلي بالنا انا خدنا ارتيفاكت دلوقتي اسمها بروباجيشن فيلوسيتي ارتيفاكت اللي هي ايه تخليه الدايفرام مقطع. في ارتيفاكت ثاني اسمها ريفراكشن ارتيفاكت. ايه مشكلتها دي؟ تيجي مثلا على سيرفيس زي ده ريكتس ابدومينس مثلا ومش عارف ايه بعد كده ادي البلادر وادي ايه جستيشنال ساك جوه اليوترس هيخبط الالترا ساوند هنا هيرجع تاني هنا سلوزه يعني عد ترانسميتد بعد كده هيرجع هو خد زمن معين وخد باسوي معين صح وبالتالي عمل لي جستيشنال ساك كيس جوه اليوترس تمام. طيب الالترا ساوند جاي يخبط هنا في مصر بعد كده في التيشو اللي بعديها حصل اختلاف في السرعه ايه اللي حصل ريفلكتد سن تمام. لما ريفلكتد سن وهو راجع تمام اولا رجع في زمن مختلف ازاي هقولها لكم كده ببساطه. بسم الله الرحمن الرحيم ده خبط عكس هنا ايه اللي هيحصل بقى في مكان غير مكان بقى في مكان غير مكان وهو راجع هيرجع على نفس الاسكان لاين تمام. وبالتالي ايه اللي هيحصل هيعمل لي التيشو اللي هنا اللي هو خبط فيه هنا في نفس مكان الاسكان لاين ده متخيلينها ولا لا؟ تاني انا عندي الالترا ساوند خبط هنا وهو راجع بيرجع على نفس الاسكان خلاص جاب لي الايه الساك هنا لكن ده المفروض كان يكمل هنا اللي ما فيهوش اي تشو لكن حصل ريفراكشن بدل ما يكمل كمل كده فخبط في مين في الاورجان ده اللي هو الجستيشنال ساك رجع على نفس الاسكان لاين وبالتالي رجع الساك الجهاز على الاسكان لاين ده فهيرسمه الجهاز ارتيفاكتشرالي على هنا
فيعمل لي دبل جستيشنال ساك، مع ان العين عندها ايه جستيشنال ساك واحد بس. دي اسمها ريفراكشن ارتيفاكت. احلها ازاي؟ غير وضع البروب. بدل ما انت بالظبط فوق الريبتس ابدومينس تمام، انت كده ترانزفيرس، هاتوا ال اس تمام، هاتوا من على الجنب. يعني طول ما انت شغال انت ممكن في فيو لقط ساك وفي فيو تاني لقط اتنين ساكس. حصل المنظر ده بالذات مع حضرتك تمام، لان عشان طب الاسره. يبقى انا بتكلم في ايه؟ ريفراكشن ارتيفاكت. دايما الواحد لما بيشوف اصلا الجستيشنال ساكس اكتر من كده، لما نتكلم مثلا في جاينا ولا حاجه دايكوريونيك ومش عارف ايه وكلام من ده، لازم اتاكد من كذا فيو مش فيو واحد تمام. فلو ظهر عندنا في فيو وما ظهرش في الثاني تمام، دي حاجه اسمها ريفراكشن ارتيفاكت، نتيجه تغيير في الفيلوسيتي. لكن لغايه دلوقتي ترانسميتد، لكن الهواء والبول لما بغير فيلوسيتي، فرق الفيلوسيتي ايه؟ جامد جدا، ريفراكتد وما بيرجعش تمام. طيب الالترا ساوند كده اتعرض للريفليكشن، اتعرض للسكاترنج، هيتعرض لايه؟ اتنويشن. ده طبيعي، مش الالترا ساوند عباره عن طاقه؟ الطاقه دي وهي داخله الجسم بتبقى بامبليتيود معينه، كل ما تخش جوه الجسم الامبليتيود بتاعتها ايه؟ تضعف 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 تمام. وبالتالي الايكوز اللي راجعه لي اقل في النمبر واقل في الامبليتيود، فلذلك الصوره كل ما اخش مور ديبر هتبيض ولا هتسود؟ هتسود. نمبر اوف ايكوز قل، والامبليتيود بتاع ايكوز اللي هي درجه حتى البرايتنس بتاع كل ايكو هتقل. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ انا بقيسها اولا وحده الاتنويشن ديسيبل تمام. طيب هنا بيقول لك اسباب الاتنويشن ان بعضها هيحصل له ابزوربشن، بعضها ريفليكشن، بعضها سكاترنج وهكذا. طيب اعمل ايه بقى؟ اعوض عن طريق زرار معين اسمه كومبنسيشن، هناخده كمان شويه. طيب بس نخلي بالنا حسب الالترا ساوند بيعدي في ايه؟ هل بيعدي في بلاد يعني ميه الاتنويشن هيبقى ايه؟ يبقى اه، ولا بيعدي في ليفر سوفت تيشو، ولا بيعدي في مصل؟ كل ما الدنستي تعلى كل ما الاتنويشن يزيد تمام. يبقى انا متخيل البون هتعمل ايه في الالترا ساوند؟ هتختفي خالص، وده سبب تاني بتعمل ماركت اتنويشن ما بشوفش حاجه تمام. يبقى تاني يا جماعه شايفين اعلى حاجه في الاتنويشن البون وبعديها الايش، لكن الميه زيرو. احنا قلنا الاكوستيك امبيدد مفيش، بتعدي على طول فما بتعملش اصلا اتنويشن تمام. معظم السوفت تيشو بتعمل اتنويشن بدرجات. طيب اعوضها ازاي؟ اعوض حاجه اسمها التايم او ديبث جين كومبنسيشن. جين هي درجه البرايتنس تمام. فانا بقول للجهاز كل ما تخش اعمق تمام، اعمل لي زود لي درجه البرايت، زود لي الامبليتيود بتاع الايكوز اللي راجعه فروم ديبر. والجهاز ما بيحسبش الديبس الا بعد ما يحسب ايه؟ تايم. فاسمها تايم جين كومبنسيشن او ديبث جين كومبنسيشن. وبالتالي عيان مثلا زي ده، هنفترض ان كل ما نازل تحت ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتسود. هقول له كل ما تنزل تحت زود لي درجه الجين. فهتلاقي مثلا مجموعه خمس او ست زراير مرصوصين فوق بعضهم، ده 3 سم وده 6 سم وده 9 وده 10. ايه اللي هيحصل؟ هقوم مميلهم، حضرتك ممكن عارفه النقطه دي، هميلهم ناحيه اليمين. ناحيه اليمين دي يعني كل ما تخش ديبر كل ما تزود الجين. انا هوريكم موضوع الزراير دلوقتي تمام. يبقى دي نقطه هتأثر معايا اللي هي الجين. يبقى لو عيان اوبيز هعمل ايه؟ هزود الجين كل ما انا نازل لتحت. دي نقطة. نقطة تانية، نقطة الفريكونسي. الفريكونسي يعني انا بقلل، لو ازود الفريكونسي بعمل ايه في الويف لينث؟ بقلل بصغر الويف لينث. الويف لينث يا جماعة هي المسؤولة عن الريزوليوشن. يعني ايه؟ يعني لو في مثلا نقطتين زي دول بعيد عن بعضهم، انا شايفهم نقطتين سيبرت تمام؟ ليه؟ لأن الويف لينث كانت صغيرة فعدت ما بينهم. طيب لو الويف لينث كبيره ايه اللي هيحصل؟ النقطتين دول هشوفهم نقطه واحده، يبقى الريزوليوشن بتاع الشاشه ايه؟ اقل. فانا عشان اعلي الريزوليوشن بصغر الويف لينث. يعني بعمل ايه في الفريكونسي؟ بزودها. فانا لو عايز زياده في الريزوليوشن ازود الفريكونسي. بس المشكله الدبس الفيسلز او عفوا الالترا ساوند ده هيبقى اتنويتد بسرعه جدا جدا. يعني نفس الكلام ده عندنا 8 ميجا هرتز، ده عندنا 10 ميجا هرتز، ده عندنا 12 ميجا هرتز. الريزوليوشن بقى هنا احسن، لو حتى خدتوا بالكم الصوره اوضح تمام. لكن ايه اللي حصل؟ مفيش بنتريشن. يبقى لو عيان اوبيز هعمل ايه فيه؟ هقلل الفريكوانسي.
تمام كده؟ يبقى هعمل ايه؟ هزود الجين واقلل الفريكوانسي. تمام؟ اوكي. انواع الترانسديوسرز اللي عندنا، في عندنا الترانسديوسر بتاع الادمين ده خلاص هنبقى عارفينه كله، هيبقى السيرفس بتاعه كونفكس. ليه كونفكس؟ عشان يجيب لي مساحه كبيره جدا، لان يعني الادمين دي حاجه ضخمه. تمام. طيب في عندنا ترانسكافيتري برو او حتى الايكو اسمه سيكتور. ليه؟ لان انا بدخل من مساحه ضيقه جدا، زي مثلا بروب الايكو انا بدخل ما بين الريبس، فلو عندي حاجه زي الكونفكس ايه اللي هيحصل؟ ريب شادو وريب شادو، مش هيقعد ميه وقعد ميه، الصوره راحت. تمام. لكن انا بروب الايكو لازم يكون حاجه اسمها فوت برنت. فوت برنت اللي هي المساحه اللي انا بشوف منها. تمام. الفوت برنت بتاعته لازم تكون صغيره خالص، وبالتالي انا عايز اشوف عمق، يبقى اعمل ايه؟ اخليه سيكتور، عامل زي ايه؟ جبنا النستر كده ولا حاجه. تمام. يشوف اعمق، لكن السوبرفيشال بتاعه حته صغيره. طيب تسلم ايدك يا سيدي. هو ده 22 كده. تمام. بعد شويه هيقولوا زود الحاجه. طيب ثالث بروب. ايوه تسلم كده، هو احدث من 2014. ماشي. ثالث بروب بقى اللي هو الفلات سيرفيس. تمام. ده بيستخدم تمام لما احط على حاجه انا عايز احط عليها البروب بالكامل. ايه مشكله الكومبكس لو اتحط على الثايرويد؟ في جزء هيبقى في الهواء وفي جزء هيبقى في الهواء. تمام. لان الثايرويد جلاند اصلا مساحتها ايه؟ صغيره، عكس الابدومين انا اقدر اغرس البروب جامد. هاجي على حاجه زي الثايرويد مش هينفع، فلازم اكون حاطط عليها بروب فيت، فبجيب لها الايه؟ الفلات سيرفيس بروب ده اللي هو اسمه لينير بروب. اللينير بروب تمام الفريكونسي بتاعته اعلى بكتير، وبالتالي البنتريشن بتاعه اقل بكتير، في اخره مثلا 4 سم 5 سم على قد الثايرويد على قد البريست وهكذا، وبس الريزوليوشن بتاعه ايه؟ عالي. يعني هل ممكن نستخدمه في الابدومين؟ برافو عليك يا دكتوره. قالت ايوه، لو انا مثلا بدور على حاجه زي ايه؟ سب كابسولار ليجن، عيان جاي في تروما تمام، وانا شاكك ان في سب كابسولار هيماتوما، هقدر اجيبها بالكونفكس بروب؟ لا، الكونفكس بروب خلي بالك الجزء النير ضعيف. تمام. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها فوكال زون احسن ريزوليوشن، بعد كده جزء دي. تمام. طب انا حتى شكيت بالكونفكس، استخدم هاي ريزوليوشن، ما انا كده كده الكونفكس الجزء النير 4 5 سم. طب ما انا ممكن اجيب البروب اللي بيشوف 4 5 سم واعلي ريزوليوشن، انا مش مشكله عندي دي. او عيان انا شاكك ده عنده ليفر ديزيز تمام، وانا حاسس التكشر بتاعته مش حلوه، هل التكشر دي اللي هي اسمها كورس تكشر بتاع السيروسيس، ولا دي هيتروجينس تكشر بتاعه الميتاستاسيس؟ ما ساعات الميتاستاسيس ممكن مثلا او الاتش سي سي تيجي ديفيوز، اعمل ايه؟ اقوم واخد حته معينه بس ومعلي ريزوليوشن فيها، واقوم جاي لينير بروب على الحته السب كابسولر وابص عليها كويس قوي، هقدر اشوف الكبسول بتاع الليفر لو هو سموث ولا كان الريجولر بتاع السيروسيس، هقدر اشوف الحته السب كابسولر 3 4 سم تمام، هل فيها ليشنز؟ الليشنز بتاع الميتاستاسيس تحب تضرب ايه؟ البريفرال بارت، لانها بتمشي مع الارتريس لغايه اخر برانشات، فلما بتبدا سب كابسولر تمام، وهكذا. ممكن ابص على الكدني على قد ما اقدر، حته برضو الكبسول هل في سب كابسولر هيماتوما ولا لا؟ تمام. فاحيانا تمام اللينير بروب بستخدمه. طب اللينير عيان تخين، السب كوتينيوس فات خلص لي اللينير، هو ممكن يكون 4 5 سم السب كوتينيوس فات لوحده، نستخدم البروب اللي بعديه اللي هو مثلا الترانس فاجينال. الترانس فاجينال ده الريزوليوشن بتاعه احسن من الابدومين، بس البنتريشن اقل، بس ميد واي ما بين ايه؟ ما بين الاثنين دول. يعني الكونفكس ممكن اجيب مثلا 15 سم 20 سم دب تمام، اللينير 5 6 سم، يبقى ده ممكن يجيب ايه؟ 8 10 مثلا ولا حاجه، فحسب الاستخدام بتاعي هقوم مغير البروب. لكن الستاندرد بتاعنا كابدومينال طبعا هو مين؟ الكونفكس. اجل السؤال ده وانا هجيب لك الماشين سيتنج في خلال يعني بعد دي على طول، هجيب لك ماشين سيتنج لوحديها. المهم ده كده انهي بروب؟ الكونفكس. ده انهي بروب؟ اللينير. وده انهي بروب؟ السيكتور او الترانسكريبتور.
تمام كويس. ايكو باتر احنا هنقول الخمسه دول حالم. الخط الابيض ده اسمه ايه؟ ابيض هايبر ايكو. ولو كان ابيض قوي ايكوجينيك حلو. الحاجه السوداء دي ايكو فري، ولو كانت مسوديه تمام بنسميها هايبو كوك. يعني اللفظين ممكن يمشوا، اللفظين ممكن يمشوا مفيش مشكله. وباقي الاورجان ايزو ايكو. طب لو انا لقيت ليجن، ده ليجن مثلا في الليفر يا جماعه، لو دي حته جنب الليفر واخده شكل كوميترايه دي جول بلادر، لكن ده ليجن جوه الليفر اسود، ده معناها ايه في الالترا ساوند؟ معناها ميه، معناها ميه، معناها ان ده فلويد تمام. فلويد في الحته دي اللي هي كوميترايه بقى بايل، فلويد جوه لينير ستراكشر بقى بلاد، فلويد جوه راوند ستراكشر في الليفر تمام سيست. ايا كان بقى ممكن تبقى ابسس، ممكن تبقى مش عارف ايه، بس مع الابسس تمام مش هيبقى ميه صافي، هيبقى بص البص هيبدا يرجع لي شويه ايكوز، هيتحول من ايكو فري الى هايبو كوك تمام. هتلاقي الايكوجينيست بتاعته اعلى سن تمام. اوكي يبقى دي الالفاظ بتاعتنا. ليجن زي كده سواء ده ليفر ولا سبيني هنسميه هايبر كوك. لو عيان سنه صغير وهايبر كوك ليجن مش عارف ليه ايمنجي، ومعين سنه كبير فهبدا احط له باثولوجي بعد كده، بس على الاقل ده نورمال لا اب نورمال. انا ايه اللي مسموح بيه جوه الليفر هنبقى نقول عليه تمام. ايه ده؟ ده بقى مالتيبل، ده واحد اثنين ثلاثه، عيان صغير في السن مالتيبل هيمنجي مش هقلق برضه، عيان كبير في السن بقت ايجوجينيك ميتاستاس وهكذا. هبدا اغير التشخيص تمام حسب ايه المالتيبلستي والسايز والسن والى ما الى ذلك. طيب ايه ده؟ سيست وده سيست وده سيست مالتيبل سيست مفيش مشكله. انا مش جايبها عشان اقول لك ان دي فوكليشن، انا جايبها عشان اقول لك في ارتيفاكت معينه بتحصل ورا الميه، في ارتيفاكت معينه بتحصل ورا العظم. ورا الميه ايه اللي هيحصل؟ الالترا ساوند يا جماعه جه هنا وليكن 1000 ويف تمام؟ عدى من هنا كام ويف؟ 1000. طيب هنا مثلا جم 1000 ويف، عقبال ما وصلت الحته دي بقى كام؟ 900. فتتخيل الاورج الحته اللي دي وصلها عدد ايكوز او عدد الترا ساوند ويف اكتر ولا دي؟ دي. يبقى مين اللي هيبعت اكتر؟ دي. يبقى مين اللي هيبعت ابيض؟ دي تمام. فدايما بتلاقي بعد اي سيست حاجه اسمها بوستيريور انهانسمنت تمام، الاب البيض بزياده. تعال نشوف هنا برضه تمام، هل التيشو ده او الحته دي ابيض ولا الحته دي؟ الحته دي لدرجه انها يا جماعه مرسومه تمام. فدي حاجه اسمها بوستيريور اكوستيك انهانسمنت، اول ما اشوفها اعرف ان انا بتعامل مع سيستك استراكشر. عشان كده الدكتور اللي كان بيقول مثلا ابسس، الابسس ممكن يبقى لونه مسود مش اسود خالص، فهقول عليه هايبو كوك. هيجي الدكتور يقول عليه يمكن هايبو كوك ليش صح، بس ولا ابسس؟ الابسس ده ميه، لكن الليشن سوفت تيشو. تفتكر مين اللي هيعمل ترانسميشن احسن؟ الابسس اكيد تمام. وبالتالي مين اللي هلاقي وراه ترانسميشن احسن؟ الابسس. يبقى لو لقيت هايبو كوك وراها البوستيريور اكوستيك انهانسمنت انا متاكد ان ده فلويد سيستيك استراكشر وليس سوليد هايبو كوك استراكشر تمام يا جماعه. طيب العكس بقى صحيح، لو بدل حاجه سودا ووراها ابيض، حاجه بيضاء ووراها اسود. حاجه بيضاء احنا قلنا ايه؟ ابيض قوي قوي ووراه شادو، يبقى ده كالسيوم. كالسيوم تمام جوه كدني بقى ستون، كالسيوم جوه جول بلادر بقى ستون، جوه يورينري بلادر بقى ستون، جوه ليفر بقى كالسيفيكيشن تمام وهكذا تمام. يبقى الكالسيوم بيعمل ايه؟ الدينستي بتاعته عاليه، بيعمل اتنيويشن عالي، بيعمل ريفراكشن مش عارف عالي، اكوستيك امبيدنس، وبالتالي بوستيريور شادو، بوستيريور اكوستيك شادو تمام. طيب دي عندنا يا جماعه الكيدني فيها الحاجتين، فيها الحاجه البيضه اللي عامله شادو وفيها الحاجه السوداء. تفتكر سواده زي كده جوه الكدني ممكن تبقى ايه؟ يورين تمام؟ ايه هو انا المفروض اشوف يورين جوه الكدني؟ لا، الا لو حصل اوبستراكشر تمام؟ يبقى انا بمجرد ما عرفت ان دي ابيض وراها شادو بقت ستون، يبقى هتعمل لي ايه؟ اوبستراكشن اللي هو باك بريشر، اللي هتعمل لي ايه؟ يورين امباكشن مثلا ولا حاجه تمام؟ اوكي. حاجه مهمه برضو في الالترا ساوند اورينتيشن. انا دلوقتي بتعامل جديد مع الالترا ساوند ماشين. اول ما احط الالترا ساوند بروب فين اليمين من الشمال وفين الفوق من تحت وفين قدام من ورا؟ اهي الاورينتيشن ده مهم جدا. في حاجه ثابته قدام من ورا تمام، انا مجرد ما بحط البروب، يعني احط هنا البروب يبقى هيقابلني سكين سبكوتينيوس لغايه ظهر العيان، انتيرور وبوستيرور ثابتين
ايا كان وضع البروب هتيله ب 66 يبقى اول خط مش ده كونفكس بروب اول خط هيقابلني ده السكين بعديها السبكتينيس بعديها مثلا ايه الماسل لير وكده بعديها الخط الابيض ده اللي هو الايه انتيرو سيرفيس بتاع الليفر اللي هو الكبسول بعد كده انتيرو سيجمنت بتاع الليفر بعد كده بلاد فيس بوستيرو بعد كده ديافراب خلاص يبقى دايما ايه انتيرو بوستيرو 60 طب هل هنا يمين من شمال ولا فوق من تحت حسب انا حاطط البروب ازاي هنا مثلا العيان راسه هنا ورجليه هنا انا حاطط البروب فين بالعرض ولا بالطول بالعرض تمام لو انا ترانزفيرس يبقى دايما يمين الشاشه هو يمين العيان خلاص يمين الشاشه هو يمين العيان يعني انا عندي هنا ده انفيرو فينا كيبل وده هيباتيك فين وهيباتيك فين وهيباتيك فين تفتكر مين فيهم الرايت هيباتيك فين ده ولا ده ده كده ده كده ده كده الرايت هيباتيك فين لان هو موجود على ايه على يمين العيان دكتور احمد حجاج اوكي مش 2014 خلاص وده كده انهي هيباتيك فين الليفت هيباتيك فين يبقى اللي في النص الميدل يبقى انا مجرد ما عرفت الاورينتيشن تمام حطيت عليها شويه اناتومي خلاص خلص طب لو انا حاطط ال اس تمام يعني حاطط البروب بالطول تمام يمين الشاشه هو السوبيريور بتاع العيان تمام انا عندي مثلا هنا الليفر تمام وعندي هنا الكيدني تفتكروا ده اللور بول بتاع الكيدني ولا الابر بول ها السوبيريور الابر بول يبقى تاني لو انا حاطط البروب بالعرض يمين الشاشه هو يمين العيان لو انا حاطط البروب بالطول يمين الشاشه هو راس العيان هو السوبيريور بار يبقى ده ما عندي مثلا الليفر خلاص ده هيبقى السوبيريور سيجمنتس بتاعته ودي الانفيريور سيجمنتس يبقى الخط الابيض ده دي الديافرام الدوم بتاع الديافرام وده كده السيرفس يبقى لو دي كدني هيبقى ده الابر بول وده اللور بول يبقى لو لقيت هنا ايكوجينيك ستراكشر ومعاه شادو هيبقى ستول او حاطط لها ايه في الابر بول تمام اوكي ده كده الابدومينال ابروتش بتاعنا هنقوله كمان شويه بس انا اقول لكم حته المشين سيتنج يعني دلوقتي المهم انا في الابدومين يا جماعه باكزامن تسع حاجات 3 3 3 ليفر سبلين جول بلادر تمام دول ثلاثه مع بعض هنعتبرهم كده يبقى جي اي تي تمام بعد كده يورولوجي بقى كيدني يورينال بلادر بروستات او في ميد بيلس تمام اللي هي الايه اللي قصادها اليوترس والادنكس تمام بعد كده ثلاثه بحرف البي بنكرياس بارا اورتك بريتونيل هتقول لي البنكرياس والبارا اورتك هي بصه واحده هنا هخلصها لك تمام ايه قصه البريتونيل دي مش في حاجات في الابدومين اسمها اسايتس ما دي بصه ايه بصه عامه للابدومين مش في كونديشنز مثلا اسمها ابندسايتس ميزنتريك ادينايتس مش عارف ايه خلاص يبقى بصه البريتونيل دي بصه عامه تمام لازم نبص عليه عيان الليفر سيروز انا بدور على اسايتس ولا لا مع انه مش اورجن تمام بس بدور عليه في اماكن الفلويد كولكشن ده بريتونيل تمام فدول التسعه ستراكشر